رئيس الجمهورية يشرف من مدينة واذيبو على وضع الحجر الأساس لبناء مقر مجلس جهة واذيبو ضمن مجالس جهوية تشيد على عموم التراب الوطني. رئيس الجمهورية يشرف من واذيبو على انطلاق أشغال إعادة بناء ملعب واذيبو استعدادا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للشباب أقل من 20 سنة. استعدادات على نطاق واسع لاستئناف الدراسة في ظل إجراءات تراعي ضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في بلادنا مجددا. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل 8:30 من الموريتانية تصحبني فيها بلغة الإشارة أسماء من تعثمان. أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم في مدينة واذيبو على وضع الحجر الأساس لبدء أشغال بناء مقر مجلس جهة واذيبو في إطار انطلاق بناء مقرات المجالس الجهوية في عواصم الولايات. وتبلغ المساحة المخصصة لمقر جهة واذيبو 5000 متر مربع في موقع استراتيجي وسط مدينة واذيبو. هنا في قلب العاصمة الاقتصادية واذيبو وعلى إطلالة مباشرة على الخزان العتيق للمدينة، يضع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الحجر الأساس للمقرات الجديدة للمجالس الجهوية في 12 ولاية على عموم التراب الوطني. هذا المشروع الذي يشرف اليوم عليه رئيس الجمهورية يشكل إحدى أبرز مكونة من البرنامج الوطني تعهداتي في بنده المتعلق بتقريب خدمة الإدارة من المواطن وتيسير النفاذ للمرفق العمومي، هو اليوم في طور الانطلاق الفعلي وستستغرق الأشغال فيه 12 شهرا. رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حرص على متابعة مجمل التفاصيل الفنية والهندسية لهذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة زهاء 7 مليارات أوقية قديمة ممولة بالكامل من خزينة الدولة، ويشرف على إنجازه العديد من الشركات الوطنية. وعاين رئيس الجمهورية عبر الصور التوضيحية والأرقام حجم الاستثمار الضخم في هذا المشروع والتصاميم العمرانية والهندسية لمقرات المجالس الجهوية التي روعي في تصميمها التفاوت بين المجالس الجهوية من حيث عدد الأعضاء في كل مجلس جهوي على حدة. وتتكون التصاميم العمرانية لهذه المجالس من 3 أنواع: تصميم للمجالس البالغ عددها 25 عضوا، وتصميم للمجالس ما بين 11 و15 عضوا، وتصميم خاص بالمجلس الجهوي للعاصمة الاقتصادية يتكون من طابق أرضي وطابقين فوقهما والعديد من المرافق والمصالح المختلفة وعدد من الفضاءات المختصة القادرة على شغل الوظائف الإدارية والتنموية المتعددة لمجلس جهوي بحجم عاصمة اقتصادية ومنطقة حرة في آن واحد. هو إذن مشروع ضخم بكل الأبعاد من حيث التمويل والدوافع الإدارية وضرورات تقريب المرفق العمومي من المواطن، ويتحدث هذا الإنجاز بلغتين فصيحتين، فبلغة الاستثمار والتمويل يربو الغلاف المالي للمشروع على زهاء 600 مليون أوقية جديدة، وبلغة السيادة واستقلالية المرفق العمومي وهيبته يعزز هذا الإنجاز وصاية الدولة على مؤسساتها وعدم ارتهانها للخواص مقابل التأجير الشهري. أحمد ولند همر لقناة الموريتانية نواذيبو. وزيرة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي ألقت خطابا بمناسبة فعاليات انطلاق الأشغال في بناء مقر المجلس الجهوي والملعب الرياضي بنواذيبو. تطرقت الوزيرة في خطابها إلى الجوانب الفنية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بهاتين المنشأتين. تشرفون اليوم فخامة الرئيس على وضع الحجر الأساس لمباني المجالس الجهوية في عواصم ولاياتنا الداخلية، وعلى وضع الحجر الأساس لملعب عاصمتنا الاقتصادية واذيبو، وذلك في إطار سعيكم لخلق بنية تحتية فعالة خدمة للتنمية الجهوية واللامركزية وإبراز المواهب الشابة عبر الترفيه وترقية الرياضة ككل. فخامة الرئيس، لقد تم تصميم مباني المجالس الجهوية هذه في 3 نماذج. أولاً نموذج للمجالس المشكلة من 25 عضواً كما هو الحال في مدن النعمة، العيون، كيفا، كهيدي، ألاك، روسو، وسيدي بابي.
نموذج للمجلس المجالس المشكلة من 11 أو 15 عضو، وذلك في أطار تجججة أكجوجة وزويرات. أما النموذج الثالث فهو الخاص بالمجلس الجهوي لداخل سنواليب والمكون من 21 عضوا، ويضم كل مبنى مكاتب للرئاسة والديوان والأمانة العامة وأربع مديريات ومصلى وملحقات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمباني 591 مليون و350 ألف و319 أوقية. فخامة الرئيس، تستضيف بلادنا ولأول مرة في تاريخها نهائيات كأس إفريقيا للأمم تحت العشرين، وهو الحدث الذي أصدرتم التعليمات فخامة الرئيس بالتحضير المحكم له. وفي هذا الإطار يدخل تشييد هذا الملعب وفق النظم الدولية، والذي سيكون الأكبر في البلاد من حيث القدرة الاستيعابية للمنصات 10300 متفرج، وبملحقات للصحافة والصحة والخدمات، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 129 مليون و471 ألف و544 أوقية. وبالتوازي مع هذه الأشغال يعمل القطاع على موائمة الملاعب المستضيفة لهذه التظاهرة مع النظم الدولية. فخامة الرئيس، تنفيذا لتعهداتكم ومواكبة منا لاستراتيجية القطاع المكلف بالرياضة، ستحظى ملاعب في الداخل بالتطوير بدءا بملعب رمضان في رصد. فخامة الرئيس، حرصا من قطاعنا على جودة المنشآت والالتزام بالآجال المحددة سلفا، تتولى مكاتب وطنية مسؤولية الإشراف والرقابة الفنية في تنفيذ جميع هذه الأشغال. رئيس جهة واذيبو بدوره ثمن مشروع إنجاز هذا الصرح وأهميته في تعزيز المركزية من خلال توفير مباني حديثة مشيدة وفق معايير عصرية تراعي الجودة والإتقان. بادئ ذي بدء باسم جهة داخل واذيبو وسكانها، نرحب بكم يا فخامة الرئيس وبالوفد المرافق لكم. إنه لشرف عظيم لنا وجودكم بيننا اليوم في هذا الحدث الهام والبارز، وأنتم تشرفون على وضع حجر الأساس لبناء مقرات للمجالس الجهوية في 12 ولاية. فخامة الرئيس، أيها الجمع الكريم، إن بناء المقرات في وقت متزامن وبوتيرة متسارعة لا يعطي انطباعا إيجابيا عن الإرادة السياسية القوية في توفير المستلزمات الضرورية للشروع الفعلي في تنمية الجهات. إنه يوم تاريخي لتجربة المجالس الجهوية في البلاد. وفي هذا الإطار نجسد اليوم على مستوى جهة داخل واذيبو هذا التوجه الجديد في مجال تطبيق اللامركزية الإقليمية، حيث سيتم بناء مقر لجهة داخل واذيبو في موقع استراتيجي ويراعي أدق الاعتبارات الفنية والهندسية وعلى مساحة 5000 متر مربع. ويتكون هذا المقر من طابقين وطابق أرضي، ويحتوي على عدة مكاتب فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارات، وبكلفة 64 مليون و278 ألف 465 أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية وبإشراف من وزارة الإسكان والإمران والاستصلاح الترابي. ويشكل بناء هذه المقرات تعزيزا لهيبة الدولة عبر توفير بنية تليق بالمجموعات المحلية، مما سيساهم في تقريب الخدمة من المواطن وتوفير أفضل الظروف العملية لمصالح هذه الهيئات وطواقمها على الأداء الأمثل وخلق بيئات عمل ذات معايير عالية. ويعتبر تنفيذ هذه المنشآت الحيوية تجسيداً لما تضمنه برنامجكم الانتخاب الطموح يا فخامة الرئيس، ذلك البرنامج الذي يعلق عليه الشعب الموريتاني آمالاً جساماً، هذا البرنامج الذي تضمن أهدافاً طموحة والتزامات
واقعية ودقيقة تضع تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية التي تضمن نموه وسعادته في صدارة أولويات عمل الحكومة، خصوصا وبعد اكتمال سنة من مأموريتكم في كنف الانسجام والهدوء والتنمية واحترام فصل السلطات. فخامة الرئيس، أيها الجمع الكريم، لا يخفى عليكم أن استحداث المجالس الجهوية يعتبر أحد أبرز التوجهات التنموية الحديثة لتعزيز وتدعيم التنمية المحلية والجهوية من حيث إشراك سكان المناطق الداخلية بفعالية للإشراف على إعداد وتنفيذ السياسات التنموية المحلية بغية وضع تصورات واستراتيجيات فعالة تساير السياسة التنموية العامة للبلاد وتجسد لا مركزية الإدارة من خلال الاهتمام بالتنمية المحلية لكل جهة على حدة. فخامة الرئيس، إن إنشاء المجالس الجهوية خيار استراتيجي، وهي إحدى مرتكزات التنمية الشاملة التي عبرتم عنها في برنامجكم الانتخابي، ولا يخفى على أحد المكانة المحورية للامركزية في اهتماماتكم، وخاصة اللامركزية الإقليمية والتنمية المحلية، حيث تبنيتم منذ الوهلة الأولى سياسة طموحة في هذا المجال، وتمت زيادة المخصصات المالية الممنوحة للمجموعات الإقليمية، إضافة إلى تنفيذ العديد من برامج دعم التنمية المحلية. عمدة بلدية واذيبو ألقى خطابا بهذه المناسبة سلط فيه الضوء على أهمية أن تتمتع مدينة واذيبو بمنشآت وبنى تحتية تستجيب لتطلعات سكان هذه المدينة وتحترم النظم والمعايير المعمول بها في هذا المجال. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أرحب بكم اليوم في مدينة واذيبو أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع ساكنتي، وأنتم تشرفون على وضع الحجر الأساس لبناء مقرات للمجالس الجهوية على المستوى الوطني. فخامة رئيس الجمهورية، إن اختياركم لمدينة واذيبو لاحتضان هذا الحدث الهام، وقبل ذلك اختياركم لها لانطلاق حملتكم الرئاسية، ثم تشريفكم لها بقضاء أول عطلة سنوية لكم خارج العاصمة، ليعطي دلالة خاصة على اهتمامكم الكبير بهذه المدينة التي هي عبارة عن موريتانيا مسقرة، وحرصكم على أن تنال حقها من برنامجكم الانتخابي تعهداتي، وهي فرصة لنا للتعبير لكم عن تمسكنا بدعم جازي برنامجكم تعهداتي واستعداد سكان المدينة لمواكبة تنفيذ هذا البرنامج خدمة للمصلحة العامة للجميع. فخامة رئيس الجمهورية، إن حرصكم شخصيا بحضور السيد وزير الداخلية واللامركزية على وضع الحجر الأساس لهذا المشروع الذي يدخل في إطار تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن خدمة للمصالح السكان ودعما للتنمية المحلية، وهو ما يدخل في صميم تعهداتكم للشعب الموريتاني، ليعطي دلالة خاصة على أننا دخلنا مرحلة التنفيذ الفعلي لبرنامجكم الانتخابي الطموح للشعب الموريتاني المتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار في عهدكم الميمون. فخامة رئيس الجمهورية، إن سكان مدينة واذيبو وهم يستقبلونكم اليوم ليتطلعون إلى أن تولوا عناية خاصة لإصلاح قطاع الصيد، بالنظر للأهمية القصوى التي يمثلها من حيث التشغيل والعائدات على الخزينة العامة للدولة ومن عمولات صعبة للبنك المركزي، كما يرجون من سيادتكم مراجعة وضعية بعض المؤسسات التي كانوا
يعلقون عليها آمالا كبيرة. مرة أخرى أجدد الترحيب بكم وبوفدكم الكريم، راجيا لكم مقاما سعيدا بيننا. وعلى هامش هذه الأنشطة الرئاسية، أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني على وضع الحجر الأساسي لإعادة بناء ملعب مدينة نواذيبو، وسيمكن هذا الملعب مدينة نواذيبو من احتضان بعض مباريات أكبر حدث رياضي قاري في تاريخها، ويتعلق الأمر بكأس إفريقيا للشباب أقل من 20 سنة التي ستحتضنها بلادنا مطلع العام 2021. بعد وضع الحجر الأساس لانطلاق مشروع بناء مقرات جديدة للمجالس الجهوية في ولاية الوطن، وامتدادا لسياسة إنشاء وتحديث المرافق العمومية الوطنية وتأهيلها حتى تواكب التطلعات، يضع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الحجر الأساس لإعادة بناء وترميم الملعب الرياضي في مدينة نواذيبو. رئيس الجمهورية المرفوق بالوفد الرسمي عاين اللوحات التوضيحية لهذا المشروع الهام الذي ظل مطلبا معلقا للجمهور الرياضي برمته في الولاية والوطن عموما، والذي كلفت إعادة تأهيله غلافا ماليا يقدر ب 130 مليون أوقية ممولة من خزينة الدولة. الملعب المنتظر هو منشأة رياضية ضخمة ستكون الأولى من نوعها في البلد، سواء تعلق الأمر بحجم الجمهور المتفرج الذي يتجاوز 10,000 أو بالتجهيزات المختلفة وملحقات الصحافة والخدمات وغيرها من المرافق المتخصصة. رئيس الجمهورية استمع من القائمين على المشروع إلى عروض مفصلة حول أهداف هذا المشروع والحاجة الوطنية الماسة إلى امتلاك مركبات رياضية قادرة على احتضان التظاهرات الكروية الكبرى التي ظل الوطن يفتقر إليها. وها هو الأمل يتعزز اليوم بانطلاق الأشغال في أحد أهم هذه الصروح، مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس إفريقيا للفرق دون سن 20 التي ستحتضنها بلادنا خلال شهور معدودة. مشروع هام إذن تنطلق الأشغال فيه اليوم ضمن توجه واضح هو اهتمام الدولة الكبير بالشأن الشبابي والرياضي بصفة عامة، وخلق الفضاءات والمرافق الرياضية المؤهلة والمجهزة للتأسيس لانطلاقة وطنية في هذا المجال والقدرة على رفع التحديات. دائما مع أنشطة رئيس الجمهورية بنواذيبو، حيث يتألف مشروع بناء مقر المجلس الجهوي لداخل نواذيبو الذي وضع حجره الأساس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني من طابقين يراعيان خصوصية العاصمة الاقتصادية نواذيبو. المزيد من التفاصيل الفنية حول هذا المشروع في الورقة التالية. هذا الفضاء الذي كان بالأمس القريب بكرا ها هو اليوم يتحول إلى خارية نحل لتأسيس القاعدة الأولى لمشروع بناء مقر للمجلس الجهوي بداخل نواذيبو. وتتربع هذه المنشأة قدر إنجاز على مساحة 5,000 متر مربع، حيث تضم طابقين وملحقات في إطار إعطاء عاصمة البلاد الاقتصادية وجهة لائق، ويحتوي عدة مكاتب حسب أعضاء الجهة، وهو جهة تتكون من 25 عضو وعنده خصوصية فنية تميزه هو عن باقي المجالس الجهوية، اللي هو مبنى من طابقين يضم قاعة مؤتمرات، يضم قاعة اجتماعات بحجم الولاية، بحجم ولاية كعاصمة اقتصادية داخل نواذيبو، ومزود بمصعد زيادة على 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 على, على السلاليم اللي المفروضة اللي يميز داخل نواذيبو عن باقي، بقاعة اجتماعات كبيرة تلبي طموحات على المستوى العاصمة الاقتصادية يختلف به هو عن باقي الولايات. المشروع المنفذ من طرف قطاع الإسكان والعمران ولإصلاح التراب بغلاف مالي نات 642 مليون أوقية قديمة على نفقة ميزانية الدولة، يجسد العناية الممنوحة من طرف السلطات للمجالس الجهوية ودورها في التنمية المحلية. كيف ما تعرف على المجالس الجهوية تعتبر منشأة حديثة، حيث أعلنها تم إنشائها عام 2018 بموجب قانون نظامي، وفي هذا الإطار ويعتبر إنشاء هذه المجالس يعتبر تعزيزا لهيبة الدولة، ويعتبر أيضا إضافة للبنية التحتية في الجهات المحلية. هذا ومن المزمع أن تنتهي الأشغال في مشروع بناء مقر
جهة ولاية داخلة وذيب في غضون سنة في ظل التدابير المتخذة من أجل الالتزام بدفتر الشروط الموقع مع الشركة المنفذة للمشروع بأيادي وطنية. وللمزيد من المعلومات حول هذا المشروع وأهميته في توفير مقرات لائقة للجهة، نستضيف لكم مباشرة من نواذيب السيد محمد المامي والأحمد بزيدة رئيس المجلس الجهوي لداخلة نواذيب. مساء الخير. مساء الخير. في البداية، ما الذي يمثله انطلاق الأشغال في هذا المشروع بالنسبة لجهة ولاية داخلة نواذيب؟ شكرا لموريتانيا على هذه السانحة. أولا، إن بناء وضع حجر أساس لبناء المقرات المجالس الجهوية يعتبر حدثا مميزا وهاما، ويعطي انطباعا إيجابيا عن الإرادة السياسية والقوية لتوفير الملتزمات الضرورية للشروع الفعلي في العمل لتنمية الجهات. وهذا اليوم وفي هذا الإطار تجسد اليوم على مستوى داخلة نواذيب هذا التوجه الجديد في مجال تطبيق اللامركزية الإقليمية، حيث تم انطلاق بناء مقر جهة داخلة نواذيب على مقر على موقع استراتيجي من المدينة، ومع أدق معطيات المعطيات التقنية والهندسية، وعلى مساحة 5000 متر مربع، وبكلفة تناهز 642 مليون أوقية قديمة، وبتمويل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدولة، وبإشراف من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. ما يشكل الضيف الكريم بناء نعم، ما هو الدور المنوط بالجهة فيما يتعلق بمتابعة الأشغال في المشروع ومدى مطابقته للمعايير المتبعة عالميا؟ إذن هذا المشروع كما ذكر سابقا أنه يتطابق مع معايير ومع متطلبات هذه العاصمة الاقتصادية، لكي يكون هناك تعكس مصداقية لهذه الجهة. وهنا وكما قلت، هذا يعزز هيبة الدولة من حيث ما يليق بالمجموعات المحلية، يخفى على أهمية هذه التوجهات التي هي حقيقة تعزيز للتنمية الجهوية من أجل إشراك المواطن في تسيير الشأن العام وتقريب الخدمات منه وتوفير أفضل ظروف عملية من لمصالح هذه الهيئات وطواقهم لأداء عملهم على أحسن وجه. شكرا جزيلا. السيد الرئيس، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا مباشرة من مدينة نواذيب. السيد محمد المامي والأحمد بزيد رئيس المجلس الجهوي لداخلة نواذيب، ونعتذر كذلك على للأسف ضعف المصدر، شكرا جزيلا لك. وفي سياق آخر، يشكل انطلاق الأعمال في بناء ملعب نواذيب الرياضي بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة خطوة باتجاه التحسين من مستوى الخدمات الرياضية لهذه المدينة. الورقة الفنية التالية مع الفاقة والشيباني.
مشروع إعادة بناء ملعب وذيبو الذي ظل حلما يراود الأسرة الرياضية الوطنية بدأ يتحقق على أرض الواقع العملي. فرق ميدانية بدأت العمل من خلال وضع الأساسيات لمشروع بناء الملعب الذي يضم 3 مكونات من بينها مدرجات قادرة على استيعاب 10,300 متفرج بغلاف مالي ناهز 1,300,000,000 أوقية قديمة على نفقة ميزانية الدولة. وتحدث المدير العام للمباني والتجهيزات العمومية السيد إدريسا تريرا عن مكونات مشروع إعادة بناء ملعب وذيب رياضي الذي يضم 3 مراحل أساسية تتعلق ببناء أساسيات تشمل المكاتب الإدارية والملحقات ولاحقا بناء 7 مدرجات قادرة على استيعاب 10,300 متفرج. وأضاف أن هذا المشروع يمول على نفقة ميزانية الدولة بغلاف مالي ناهز 1,300,000,000 أوقية قديمة، ومن المزمع أن تتم الإشغال فيه مطلع السنة المقبلة. مشروع إعادة بناء ملعب وذيب الرياضي الذي تنفذه الهندسة العسكرية من المزمع أن يستضيف السنة المقبلة منافسات بطولة الناشئين التي تستضيفها بلادنا، لأنه عاصمتنا الاقتصادية المدينة الثانية ما كان فيها ملعب يليق ولا فيها ما 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 ما, ما في صفات أي ملعب. لذا اليوم الحمد لله نحن في اتحادية الموريتانية لكرة القدم وفي أسرة كرة القدم وفي الشباب بصفة عامة سعيدين ومرتاحين، لأن الدولة قررت أنها تبني ملعب مواصفات عالمية، ملعب كبير لا يعود أحسن وأكبر ملعب في البلد إن شاء الله، وقررت مولينها تعدلوا بأسرع وقت ممكن وبأكبر إمكانيات ممكنة. ومن شأن الانتهاء في الأشغال الجارية في ملعب وذيب أن يلبي الحاجة المتزايدة في وجود منشآت رياضية عصرية يتم إنجازها على نفقة ميزانية الدولة. ولتسليط الضوء أكثر على مزايا وإمكانات هذه المنشأة الرياضية قيد الإنجاز، نستضيف لكم من مدينة وذيب السيد عبد القادر والأحمد العبد مدير الرياضة التنافسية بوزارة التشغيل والشباب والرياضة. مساء الخير السيد المدير. مساء النور. مساء النور. في البداية ما أهمية هذا؟ أهلا بكم. بداية ما أهمية هذا المشروع من الناحية الترفيهية والسياحية لمدينة وذيب؟ السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أنوه بهذه الفرصة الثمينة التي أتاحت لنا قناة الموريتانية لنعبر من خلالها عن امتنان وتثمين الأسرة الرياضية الوطنية لهذا المشروع. وردا على سؤالكم، هذا المشروع له مزايا عديدة على المستوى السياحي والعمراني لمدينة وذيب، فهو يعتبر أكبر ملعب موجود على التراب الوطني. والشباب اليوم الشباب في جميع أنحاء الوطن وخاصة شباب مدينة وذيب عبر لنا بإشراف السيد الرئيس مباشرة على وضع الحجر الأساس لهذا الملعب، كما نثمن تثمن الأسرة الرياضية الاهتمام الواضح الذي يليه فخامة رئيس الجمهورية لترميم وإنشاء المنشآت الرياضية والحيز الكبير الذي يشغله الشباب والرياضة والتشغيل في أولوياتي. ما هي المواصفات المتبعة لإنشاء هذا الملعب، وماذا عن المؤمل منه حين يتعلق باستضافة وذيب للأنشطة الرياضية الكبرى؟ هذا الملعب أنشئ على المعايير الدولية المعتمدة دوليا، وهو سيستضيف إحدى المجموعات الثلاثة التي تتكون منها كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، ويتمتع بجميع المعايير الفنية المطلوبة دوليا. إذن شكرا جزيلا لكم سيد المدير عبد القادر والأحمد العبد مدير الرياضة التنافسية بوزارة التشغيل والشباب والرياضة، كنت معنا مباشرة من مدينة وذيب.
أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي عن تسجيل 16 إصابة جديدة بكوفيد 19 وشفاء 25 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. أكدت الوزارة أن مصالحها الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 279 فحصا من بينها 40 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 6793 إصابة، شفي منها 6381 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 158 وفاة. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية بوزارة الصحة عن تسجيل 262 حالة شفاء خلال الأسبوع ما بين 26 أغسطس الجاري، فيما سجلت 148 حالة إصابة جديدة خلال نفس الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في النقطة الصحفية الأسبوعية حول جائحة كورونا للأسبوع الماضي ما بين يومي الخميس الماضي ويوم الأربعاء يوم أمس. في هذا الأسبوع سجلنا 40,315 من النداءات، وكانت من بينها 133 لها علاقة بأعراض مشابهة لكوفيد. وهكذا تم فحص 133 نداء تتوزع على النحو التالي بين الولايات، أهمها كان في ولاية نواكشوط الشمالية، تليها نواكشوط الغربية، ثم الجنوبية مع ولاية داخلة نواذيبو وترانزا. عدد الفحوص التي تم إجراؤها مدة الأسبوع الماضي 1774 فحص، من بينها 148 فحص كان موجب. إذن 148 حالة سجلت لمدة الأسبوع الماضي. وكان عدد الفحوص الأهم في اليوم الثاني من الأسبوع، يعني كان مع نهاية الأسبوع الماضي أي يوم الجمعة، وعدد الحالات الموجبة كانت تتراوح ما بين 9 حالات و 37 حالة. 9 حالات كانت يوم في أيام عطلة الأسبوع، 9 حالات و 11 حالة، في حين يوم الجمعة الماضي كان سجلنا 37 حالة، واليوم الذي قبله يوم الخميس كانت 39 حالة، هي أربع عدد حالات سجلت بالأسبوع الماضي. هذه الحالات تتوزع على النحو التالي بين الولايات، كانت أهم الإصابات في نواكشوط الشمالية حيث سجلت 39 حالة، ثم في ولاية نواكشوط الجنوبية 29 حالة، ثم في داخلة نواذيبو 28 حالة، و 18 حالة في نواكشوط الغربية، في حين تم تسجيل 12 حالة في بتير الزمور. وببقية الولايات كان عدد الحالات يتراوح بين 0 في الحول الغربي إلى 3 في تقانت. أما بالنسبة لحالات التي كانت تحت رعاية، فسجلنا 262 حالة شفاء ولله الحمد، كان أهمها 63 حالة شفاء سجلت في اليوم الثاني من الأسبوع، و 50 حالة سجلت في اليوم الخامس
هذا، ويتميز الأسبوع الماضي ولله الحمد بعدم تسجيل حالات وفيات، وكان عدد حالات شفاء أهمها سجل في الحوض الشرقي، حيث كانت لدينا 6 حالات شفاء، ثم في أدرار 5، والحوض الغربي 3، في إنشيري 3، وفي ترارزة وغورغول وكيديماقا حالة واحدة، حالات شفاء واحدة في كل من هذه الولايات. ما بالنسبة لمسار الوباء فلا زال ولله الحمد في تناقص في بلدنا، وهذا ولله الحمد للأسبوع الخامس، نحن في الأسبوع الخامس من تناقص انحدار هذا المنحنى، منحنى الوباء على جميع الأصعدة، من حيث الحالات الجديدة، من حيث الوفيات، من حيث عدد الاستقبال في المستشفيات، ونأمل إن شاء الله أن يتواصل هذا التنازل في الوضعية العامة حتى يستقر إن شاء الله على أدنى حد، ريثما يتم الحصول على علاج نهائي، أي معناها لقاح ضد هذا المرض. وهنا أريد أن أركز أن هذه النتائج التي نحصل عليها بفضل الله تعالى لا ينبغي أن نعتبرها نتائج نهائية، هذه ليست نهاية الوباء، لأنه لا يزال متواجد في العالم ولا يزال متواجد لدينا. ونعرف على أن بعض البلدان ومنها البلدان المجاورة عرفت موجات عنيفة ثانية من هذا الوباء، وبالتالي أريد أن أركز على استمرارية الحذر واستمرارية التعامل بكل إجراءات الاحترازية التي تكلمنا عنها، من تباعد اجتماعي، من غسل الأيدي، من استخدام الكمامات في الأماكن العمومية. إذن كل هذه الإجراءات ينبغي يلزم أن تظل قائمة، لأن للأسف لسنا في منع عن المخاطر المتعلقة بهذا المرض. أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية والمركزية بأن مقاييس الأمطار سجلت خلال 24 ساعة الماضية تهطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي.
أفادت لجنة تسهيل الطوارئ الناتجة عن التساقطات المطرية في مناطق الداخل بحصيلة للأضرار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، نتابعها في التقرير التالي. رصدت النشرة اليومية التي تصدرها اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسهيل لجنة الطوارئ جملة من الخسائر في ولايتي غرغل وأدرار، حيث تم تسهيل سقوط 5 منازل طينية في قرية بودامي ببلدية الحرش التابعة لمقاطعة بود في ولاية غرغل، وتمت معاينة هذه الأضرار من طرف عمدة البلدية. كما سجلت اللجنة سقوط منزل يتألف من 3 غرف وحمام بمقاطعة مقامة في ولاية غرغل، وتمت معاينة الخسائر من طرف حاكم المقاطعة. وفي ولاية أدرار سجلت أضرار ببعض قرى بلدية العين الصفراء التابعة لمقاطعة شنقيط، تمثلت في تضرر محضرة وحديقة نخيل ولوحة شمسية وكميات من المؤن، إضافة إلى سقوط عريش وأربع لوحات شمسية وكابل توصيل في بئر رعوية. اللجنة الوطنية يواصل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لليوم الثاني على التوالي لقاءاته بمدينة واذيبو من أجل التعريف بالمقاربة الجديدة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجنة. وقد عقد الوفد مساء أمس اجتماعا موسعا ضم الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية على مستوى المدينة. داخل مركز المعرفة للجميع بمدينة واذيبو ممثلون عن الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية يلتقون في هذا الاجتماع مع قافلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ أحمد سالم البوحبيني رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي. لقاء موسع شكل فرصة لعرض كافة المظالم الاقتصادية والاجتماعية من أجل وجود حلول لها. كانت فعاليات قطعا على المستوى، وكانت طرحنا أطروحات احنا نحتاج لهم وكنا مشتاقين لهم وراجعين عن المسطرة والخطة اللي عندهم ان تفعل بطريقة ترضي الجميع. هذا اللقاء اللي خلق اليوم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأنه حدث لا يستهان به ومفصول فيه، نظرا لأن مدينة واذيبو من المدن اللي تتميز باليد العاملة، وعلى كالأساس فم حقوق وفم واجبات يلا توصان ويلا كل رقاش يعود عارف ذاك اللي عليه وما عليه. هذا فعلا هو الدور الحقيقي للجنة، الاتصال بكل المواطنين في كل أرجاء موريتانيا من أجل الوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان، حقوق جميع الحقوق، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي تمس أي مواطن موريتاني. في ردوده على مداخلات الحضور أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية تنفيذ المقاربة الجديدة في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار هذه الهيئة الاستشارية للحكومة هي التي تعنى بالوقوف ضد الظلم والتعسف وغيرهما. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر عن مواطنين موريتاني كاملين عندهم الحق بيحضروا في ذروة موريتاني ويحضروا فيها بصفة متساوية ومتقادة. معنا عن هذا هو الوسان احنا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عندنا مقاربة أهمها تمس الحقوق الملموسة، يا كنتي والترك اللي ما يقراوا وذوك اللي ما يشتغلوا نعاونهم احنا لين يجبروا مكانتهم في البلد بين اللي بلدهم. وهذه هي المقاربة الجديدة اللي داعين لها الناس كاملة عنها تتفق معاها، بهاللي الدولة راصدة لها الوسائل وبهاللي نحن قادين نعودوا لها عون نسهدوها، وبها اللي انتم المنظمات المجتمع المدني والناشطين تقدوا تساعدون عليها وتعاونونا. اول وسنه ظهرنا عن المقاربه عنها تقد ساعيين بها نظروها كانها تعود بصفه ملموسه تقد تنعكس ايجابا على المواطنين. المقاربه الجديده للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعول عليها في التحسين من الظروف الاجتماعية للمواطنين خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. عقد فريق برلماني الضفة سلسلة لقاءات في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غرغل، وذلك ضمن جولة يؤديها الفريق إلى الدوائر الانتخابية التي يمثلونها من أجل الاستماع عن قرب لاهتمامات واحتياجات المواطنين. الفريق البرلماني خلال جولته الخاصة بولاية الضفة زار اليوم مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غرغل، وقد بدأت أنشطة هذه الزيارة باجتماع مع والي الولاية، وبعد ذلك قامت هذه اللجنة البرلمانية بزيارة لمقر المجلس الجهوي في كيهيدي، ومن ثم تم عقد اجتماع عام في مقر إقامة اللجنة حيث كانت فرصة للقاء منتخبي وأطر ولاية غرغل. وتهدف هذه الجولة التي يقوم بها نواب ولاية الضفة إلى الاطلاع عن قرب على المشاكل المشتركة لهذه الولايات وسبل معالجتها. نحن من منطقة ضفة
مشاكل دفء معروف وفيه تخصيصي. دوك جينا ناقش مع الإدارة معنا الوالي ومصلحة الجوي ناقش مع السيدين قالوا منتخبين معنا من مجلس الجوي والأمد وجينا أخوة للشعب ممثلين شعبي كأكادر الشعب منمين مزارين وإلى ما ذلك نقود معهم ناقش معهم يقولنا مشاكلهم وقبيضة مثلا مشاكلهم وجمعها وتخراص تبادل الرأي مع المواطنين اللي في هذه الولايات كاملة ومشاكلهم. وهذا احنا بدينا به من ولاية تتنرزة والنامس. ظهر لي ان الناس تعرف عن الحياة الاقتصادية لا هي تعجب اصلا تؤسري منين تعود الى الانهار. ظهر لي ان الضفة هي اللي تقدر تنمي موريتانيا، تقدر توفر لها اكتفاءها ذاتي، تقدر توفر لها فاستر من المجالات، وبالتالي ما زالت ما فات قد تلعب ذاك الدور اللي تلعب، لان فيه كل المقدرات، فيه الطاقم البشري، عنصر البشري تبارك الله كثافة كبيرة جدا، فيها اراضي صالحة وفيها مياه، فيها نهر وفيها مياه سدود، وبالتالي تقدر تلعب الدور اللي ما يقدر يلعبه المناطق الاخرى. وتعد هذه أول زيارة من نوعها يقوم بها برلماني الضفة رغبة في معرفة أحوال قواعدهم الشعبية في الدوائر التي يمثلونها، وتؤمل القواعد الشعبية أن تثمر هذه الزيارة حلا للمشاكل التنموية المشتركة في هذه الولايات، خاصة في مجال الزراعة والتنمية الحيوانية. أمل منها الكثير مجموعة من النواب مختلفة، ما هي لا محلية وطنية مختلفة، ونكتسب منها أهمية نظرا لدور أهميتها بالنسبة لنا دورها التي ترفع المشاكل. أصل المشاكل اللي خاصة نحن هنا أصلا الدور ترفع أشهر مجلس النواب اللي هو هيئة مهمة وأساسي. وتشمل هذه الجولة عموم ولايات الضفة، حيث زارت اللجنة حتى الآن ولايات ترارزة والبراكنة وقرقل، وستزور غدا ولاية قديماغا. محمد لمين الهادي، قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. وإلى هذا الحد أشكر الزميلة أسماء متعبمان التي رافقتنا بلغة الإشارة. وننتقل إلى شبكة مراسلين في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة روسو محمد علي والسالك وعبد الله واليسلم من مدينة العيون ومن مدينة كيفا باهبيري واليدالي. نبدأ معك محمد علي، مساء الخير. مساء الخير. كيف تبدو الأجواء لديكم في روسو مع تسجيل تهاطلات مطرية على مستوى الولاية وفي ضوء الاستعدادات لاستئناف العام الدراسي؟ نعم، بالفعل شهدت مدينة روسو منذ ليلة البارحة وحتى الساعات الأولى من هذا المساء تهاطلات مطرية متقطعة تتفاوت في النسب، أثرت على حركة الأشخاص والسيارات، وبالفعل كذلك أثرت على جو الاستعدادات هنا على مستوى مدينة روسو لافتتاح العام الدراسي إن شاء الله الأسبوع المقبل، حيث تضررت بعض المدارس ولو نسبيا ببعض خلفتها الأمطار اليوم. ما مستوى إقبال السكان على ضواحي مدينة روسو في موسم الخريف الذي يشهد ظهور مراعي وأماكن استجمام في ضواحي المدينة؟ نعم، المار على الطريق الرابط بين روسو ونواكشوط يلاحظ حركية كبيرة وتواجد ملحوظ من المواطنين في مختلف القرى، عشرات القرى والتجمعات السكنية تنتشر على طول هذا الطريق، وذلك للاستفادة من أجواء الخريف، ولو أن التهاطلات المطرية على هذا المحور ما زالت دون المستوى المطلوب. إذا شكرا جزيلا لك محمد علي والسالك من مدينة روسو على هذه التفاصيل.
ودائما في مدينة روسو احتضر مقر ولاية ترارزا حفل انطلاق حملة تحسيسية حول توفير ظروف آمنة لاستئناف العام الدراسي فاتح سبتمبر القادم. يشارك في هذه الحملة جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية بإشراف ومتابعة من السلطات الإدارية المحلية. وسط أجواء ماطرة تواصل السلطات الإدارية في ولاية ترارزا استعداداتها لإطلاق الفصل الأخير من العام الدراسي لسنة 2019-2020 في ظروف آمنة وتراعي أكبر قدر في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا داخل الوسط المدرسي. لقاء روسو الذي جمع كافة الشركاء في العملية التربوية تدرس الآليات الكفيلة باستئناف العام الدراسي في ظروف مرضية ضمانا لعودة آمنة ومنتظمة والسائرة تحت ما تمليه منظومة البروتوكول الصحي التربوي الهادف إلى تحصين أبنائنا من التعرض لهذا الوباء. ويتمثل هذا البروتوكول في ما يلي: 1- تكوين هيئات التدريس والتأطير وممثلي رابطات آباء التلاميذ على طرق الوقاية. 2- تعقيم مباني المدارس أسبوعيا وتنظيف جميع القاعات والساحات بشكل دائم. 3- التهوية الكافية للقاعات الدراسية. 4- توفير الملصقات الضرورية لنشر الوعي في الوسط المدرسي. 5- إطلاق حملات واسعة لنشر ثقافة ممارسة النظافة والوقاية داخل الوسط المدرسي والأهلي. وتشمل حملة التحسيس والتوعية كافة مقاطعات وبلديات ولاية ترارزا من خلال تشكيل لجان فنية تضم الإدارة المحلية وكافة الشركاء في العملية التربوية. ونبقى مشاهدين في مدينة روسو، هذه هي المدينة الحدودية التي تشهد يوميا عبور المئات من الأشخاص والمركبات بين الضفتين. لنستضيف لكم من هناك مباشرة السيد إبراهيم فال والمحمد مبارك المدير العام لشركة معديات موريتانيا. مساء الخير سيد المدير. مساء الخير. في ظل حركة التبادل والعبور اليومية، ما هي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي الفيروس مجددا، خاصة وأن بعض دول الجوار بدأت للأسف تعاني من انتشاره مجددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما أسلفتم كيت ما تعرفوا شركة معديات موريتانيا مهمتها الرئيسية هو أنها تسير عملية النقل بين بلدنا موريتان وجارتنا السنغال الشقيقة. فعلا مع ظهور هذا الوباء العالمي بتعليمات من السلطات العليا للبلد وبرعاية مباشرة من السلطات الإدارية المحلية برئاسة السيد الوالي، قبلت الشركة جملة من الإجراءات كان الهدف هو عن حماية البلد وحماية المواطن من الوباء الخطير. من بين ذيك الإجراءات هو عنه كتاك اللي قررت الدولة عن ما يمشي ولا يجي، ما هو الشاحنات اللي حاملات البضائع، وكل شاحنة يعود فيها لا سائقها ويعود قابل ذيك الإجراءات كاملها اللي تمنع الفيروس من ينتشر. وأخيرا بعد ذي الفترة الأخيرة خلقهم تسهيلات برعاية السيد الوالي ومع السلطات السنغالية اللي بذوك الزق، أنه ينسمح لبعض المواطنين خاصة المرضى نظرا عن الدول الأخرى تونس والمغرب ما هم فرصة عن الناس تقيسهم، وأعطي فرصة عن الناس قد تقيس دكار.
قس دكار هي كانت تعالج الهي. سيد المدير هل لاحظتم تحسنا في حركة؟ ونعطت فرصة مولي للطلاب. إذن الفرصة أعطيت الطلاب فقط اللي يقرأ يقرأوا أنا ميمشي له. جيد، هل لاحظتم تحسنا في حركة التبادل منذ الإعلان عن فتح بعض نقاط العبور وخاصة نقطة مقاطعة روسو؟ فعلا ما نقدر نسموه فتح بصفة نهائية، ما هي بصفة رسمية، يعني لا خارقة فرصة نعطات للفئات اللي سميت بعض من المواطنين اللي ظروفهم الصحية تتطلب عنهم يمشوا شار جهات أجنبية. والله مولي الطلاب اللي قطوا رجعوا ذيك الساعة زمن قبل الحدود. ماذا عن التبادل؟ كانوا يقدوا يستأنفوا دراستهم. ماذا عن التبادل، حركة التبادل بين البلدين؟ الحركة زينة ما شاء الله، يمشوا شاحنات موريتانيات رافدات بعض البضائع اللي مهمات للسنغال، ويجوا مولي يجوا شاحنات من شارم هما قايسات نحن زيادة على بعض من الشاحنات اللي جايين من عند المغرب وبعض الدول الشقيقة والصديقة يمشوا ويجوا بين 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 الدول السنتين. إذا شكرا جزيلا لكم سيد إبراهيم. يا قائد بدي نضيفه كملاحظة أخيرة. نعم. أنه فعلا ما بتنا رجعنا الوضعية الطبيعية اللي كنا فيها ما قبل كورونا. طبعا. إذا شكرا جزيلا لكم السيد إبراهيم فال محمد مبارك المدير العام لشركة معديات موريتانيا، شكرا جزيلا لكم. نبقى في روسو دائما التي شهدت انطلاق اشغال دورة تكوينية حول تعزيز قدرات الشباب في الولاية تحت شعار أولويات الشباب ما بعد جائحة كورونا، منظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب. ضمن برنامجه الوطني الرامي إلى تكوين الشباب وتطوير مهاراته، افتتح المجلس الأعلى للشباب من عاصمة ولاية ترارزا فعاليات دورته التكوينية الثانية لتعزيز قدرات الشباب تحت عنوان أولويات الشباب ما بعد جائحة كورونا، وأشرفت السلطات الإدارية بالولاية على افتتاح الدورة. يسعدني أن أشرف اليوم معكم على افتتاح الدورة التكوينية لتعزيز قدرات الشباب تحت عنوان أولويات الشباب ما بعد جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بالمرحلة الثانية المرتبطة بالمكون الثانية لهذا البرنامج الطموح، والتي تستهدف 700 شاب من ولايات الوطن، من ضمنهم 70 شابا على مستوى ولاية ترارز. درج هذا البرنامج في إطار تعهدات رئيس الجمهورية التي تم تصميمها وصياغتها على مستوى البرنامج الحكومي الهادف إلى الرفع من مستوى قدرات الشباب وإدماجه في الحياة النشطة وبناء الوطن. أما رئيس المجلس الأعلى للشباب فقد تحدث بالمناسبة عن أهداف هذا التكوين وعن قيمة النتائج التي سيكتسبها المستفيدون منه طيلة أيام الدورة. اليوم نحضر للدورة التكوينية المخصصة لشباب ولاية ترارزة، والتي نستهدف من خلالها 70 شاب من شباب الولاية. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في إطار كيفية تصميم المشاريع وكيفية الحصول على تمويلها. يشرف عليه مكونين ستلتقون بهم بعد الافتتاح الرسمي إن شاء الله خلال هذه الدورة. أسعى المجلس الأعلى للشباب المرتكز على تكوين وتطوير المهارات لدى الشباب الوطني ليكون مساهما في عملية التنمية في المستقبل، يلاقي ترحيبا وتثمينا واسعا من الشباب على المستوى الوطني. قناة الموريتانية محمد بلال بدينة روسو. ومن أنشطة المجلس الأعلى للشباب لكن هذه المرة في تقانت، التي استقبلت عاصمة تجكجا بعثة من المجلس في إطار جولة تهدف بحسب منظميها إلى دعم الشباب للولوج لسوق العمل عبر تكوينهم على تأسيس وتسيير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سعيا منه لتطوير قدرات الشباب ودمجهم في الدورة الاقتصادية بالنظر لمتطلبات السوق، نظم المجلس الأعلى للشباب دورة تكوينية بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تقانت، حملت عنوان أولويات الشباب ما بعد جائحة كورونا. استفاد منها 60 شابا من أبناء الولاية. مستشار والي تقانت المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية
الذي افتتح النشاط أشار إلى أهمية دعم الشباب للمشاركة في النهضة الاقتصادية للبلاد. يدخل تنظيم هذه الورشة التكوينية الموجهة لصالح الشباب والتي سيستفيد منها بحول الله أكثر من 60 شابا من أبناء الولاية في إطار برنامج المجلس الأعلى للشباب الهادف إلى تكوين الشباب على إنشاء وتسيير وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ضمن المكونة الثانية من برنامج تعزيز قدرات الشباب وأولوياته ما بعد جائحة كورونا. عمدة بلدية تججج بدوره شدد على ضرورة تفعيل دور الشباب، الأمر الذي أكده رئيس بعثة المجلس الأعلى للشباب منوها إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف لخلق مشاريع تساهم في تشغيل الشباب وتعزيز قدراتهم حتى يتمكنوا من ولوج سوق العمل. يدخل هذا الملتقى والذي سيستفيد منه أكثر من 60 شابا من أبناء الولاية ضمن برنامج تعزيز قدرات الشباب في الدورة الثانية والذي ينظمه المجلس تحت عنوان أولويات الشباب ما بعد جائحة كورونا، ويستفيد منه 700 شاب على المستوى الوطني. بحسب جدول أعمال بعثة المجلس الأعلى للشباب فإنه من المقرر إقامة دورات تكوينية بكافة ولايات الوطن لتأطير 700 شاب على إنشاء وتسيير وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها. ونعود إلى أجواء الخريف، حيث تشهد واحة العوجة بمقاطعة كيفا إقبالا متزايدا من المواطنين بهدف الراحة والاستجمام في موسم الخريف. وتوفر الواحة أجواء طبيعية حيث يوجد بها النخيل وبعض الزراعات المرتبطة بها. هي جنة الله على أرضه، هكذا يقول سكانها الذين أسسوها منذ أكثر من 60 عاما. إنها منطقة العوجة بمقاطعة كيفا وواحتها التي تقبع بين الكثبان الرملية. 20,000 نخلة يعمل بها 1,200 مزارع على مساحة تقدر ب7,000 متر مربع، أرقام جعلت من مسيلة العوجة كما يطلق عليها أهلها موردا اقتصاديا هاما رغم صعوبة التضاريس وتقلب المناخ. هذه المسيلة بدأ العمل فيها 1945 وعدرتها مجموعة من الناس وعدرت فيها هذا النخيل اللي ذو، وتمت عقب ذلك بعد تطور الزمن إلى مهارات دعم ولارات عناية إلى 1996 دخل فيها برنامج التنمية المستديمة للوحات وعدل فيها قطعا هون قدر من الإنجازات، والناس اللي تعدل تمارس العمل هون تقدر ب1,200 أسرة حسب الإحصائيات المعدنة المشاريع. ليس النخيل الوحيد الموجود في هذه الواحة، بل تنتشر فيها زراعة الخضروات بكافة أنواعها، وإن كانت التعاونيات القائمة بذلك تعاني بعض النواقص. يعدلوا الخضروات الخضرة والنعناع ويكرد كامل ما شاء الله، ما باقي شيء ما يعدلوا، قال لا ما قادرين يعدلوا شيء بهم لأنه ما مجابر الماء ولا قادرين بهم الحيوان، قادرين شيء يعدلوا يدوروا الدولة تساعدنا بالماء وتساعدنا بقرياجات والطاقات. منذ زمن ليس بالقريب تحدى سكان منطقة العوجة صعوبة الطبيعة مطوعين هذه الأرض التي كافأتهم بواحة قل نظيرها في هذه المنطقة. بالعودة إلى شبكة مراسلين، انضم إلينا من مدينة كيفا مراسلنا باها بيري ولليدالي. مساء الخير. مساء النور غالية، مرحبا. أهلا وسهلا بك باها. العوجة هي واحدة من مناطق الجذب السياحي في كيفا، هل من تفاصيل أكثر حول أبرز مناطق السياحة في موسم الخريف على مستوى ولاية العصابة؟ نعم، جمال هذه المواقع هنا على مستوى ولاية العصابة لا يوصف، فولاية العصابة بها مناطق جميلة جدا. التقرير الذي تحدث قبل قليل عن العوجة وجمالها الذي لا يوصف وصعوبة التضاريس التي توصل إليها، هناك أيضا نموذج هو واحة إريجي تقاد المعروفة وعورة الطريق أيضا التي تصل إلى هذه الواحة التي يعود تاريخها إلى 300 سنة. المناطق السياحية هنا على مستوى ولاية العصابة جميلة جدا، إلا أن بعضها للأسف لم يتم استغلاله.
وما زال يشكل الوصول إليه صعوبة بالغة، إلا أن هذه المدينة الولاية معروفة بجمالها الآسر خصوصا في فترة الخريف، فكل منطقة من ولاية العصابة تعتبر منطقة سياحية وهي منطقة مهمة أيضا وتجذب خصوصا هنا على جنبات الطريق من دخول حدود الولاية حتى خروجها. جيد، هذا من الناحية السياحية. من الناحية التعليمية، كيف تستعد ولاية العصابة لاستئناف العام الدراسي؟ ولاية العصابة هنا تعيش على وقع الاستعدادات لهذا الافتتاح أو الاستئناف الذي ستشهده دراسة بعد 4 أشهر من الانقطاع عن دراسة قضاه التلاميذ داخل البيوت. هم هنا يعدون لها كامل العدة اتباعا للإجراءات الصادرة من الجهات المعنية. يوم أمس شدد فيه الوالي وطالب المنتخبين المحليين وبحضور المدير الجهوي للتعليم على مستوى ولاية العصابة آباء التلاميذ والمنتخبين المواطنين هنا على مستوى الولاية لاتخاذ كامل الإجراءات والحيطة حتى تتم العودة الآمنة للمدارس وأخذ الطلاب الاحتياط اللازم من وضع الكمامات والطاقم التعليم الذي يرافقهم داخل هذه المدارس وتعقيم المدارس. إذن تعد لاستئناف الدراسة من جديد بإذن الله. إذن شكرا جزيلا لك با، كنت معنا من مدينة كيفا. يلاحظ تراجع نسبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من طرف بعض المواطنين على مستوى ولاية الحوض الغربي. مراسل الموريتانية رصد من العيون بعض هذه المظاهر. غاب الحديث عن وباء كورونا المستجد داخل سوق مدينة العيون، وحل محله الحديث عن أجواء الخريف وما يصاحبها من استمتاع بالمناظر الخلابة التي تجري عن القلب الحزن. نسأل الله العافية والسلامة، لأن المرض مازال منتشر والناس بدأت فترة الخريف وفترة السياحة وبدأت الناس تتواجد في أماكن السياحة ولا ما عند الوسائل الاحترازية. زمن ناس ما تلاهم تزين بإجراءات احترازية، لكن ما هو يالله يالله يعرفون كورونا مازال خالق بعد هو مرض خطير في التاكم اللي يدي فطر من رمشه. شفنا الناس هم داعمين في المرصة وفي الشوارع، عادوا مستغنين عن الكمامات والديران الأحوال وذا الشيء، وذاك الشيء ما هو لوجيك، ما هو زين. اللي الناس ما زالت في مجاهدة الوباء على تمدى لا تعود بالها. رغم ما تبذله السلطات الإدارية والصحية من جهد في سبيل توعية المواطنين وتحذيرهم من عدوين تربص بهم الدوائر، إلا أن القليل من المواطنين من يصغي لتلك التوجيهات. التحسيس اللي احنا بدأناه من بداية الجائحة مازال مستمر على جميع النقاط الصحية والمراكز الصحية في المقاطعة. نلاحظ في فترة الخريف عاد الناس تعدل الندويات وتعدل الخراجات بدون منها تقبض تلتزم بذيك الإجراءات الاحترازية والاختلاط، التباعد الاجتماعي ما تلا محترم ولا متبع. وفي الأسواق نلاحظوا عنهم ما تلا ارتداء الكمامات ما تلا كيف كان. إذا انتهز هذه الفرصة ياك نذكر المواطنين عن هذه الجائحة، نسأل الله السلامة عنها، مازالت خالقة ومازالت تتعدل ياسم الأضرار في ذي دول الجوار وفي ذي دول في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا. الخوف من عودة موجة جديدة من وباء كوفيد 19 أمر بات يحتم على الجميع القيام بحملة تحسيسية تعيد إلى الأذهان أجواء ما قبل استراحة المحارب. عبد الله يسلم، الموريتانية، مدينة العيون. ينضم إلينا عبد الله يسلم من مدينة العيون في الحوض الغربية. مساء الخير عبد الله. مساء النور الغالية. ما الذي استوقفك وأنت تعد هذا التقرير المتعلق بعدم احترام الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا على مستوى ولاية الحوض الغربي؟
القائدي الموريتانيين ما كانوا استوقفني وأنا أعد هذا التقرير اقتصار وضع الكمامة على السلطات سواء كانت الوالي أو الحاكم أو رؤساء المصالح. أما فيما يخص المواطنين العاديين فيندر أن تشاهدي شخصا يرتدي الكمامة. الحديث مع هؤلاء عن الكمامة وعن وباء كورونا المستجد ربما قد يدفعهم إلى أمور لا تحمد عقباها. هنا يتحدثون عن انتهاء وباء كورونا المستجد نهائيا ولله الحمد، وأن الأجواء هنا أجواء خريف امتياز، أجواء صداقة، أجواء تقارب، أجواء يمكن أن يصف الإنسان كل شيء فيها إلا الحديث عن وباء كورونا المستجد. طبعا السلطات هنا لا تدخر جهدا في تذكير في كل الأوان بأن وباء كورونا المستجد ما زال موجودا وتتحدث عنه في خرجاتها ويتحدث عنه المسؤولون هنا في كل وقت سواء في المستشفى وسواء في الإدارات الحكومية، لكن نتمنى أن تظل الحالة هذه وأن يظل وباء كورونا بعيدا عن مدينة العيون. طبعا لم تسجل ولله الحمد طيلة مقامنا هنا لم تسجل أي حالة من وباء كوفيد 19 على مستوى ولايات الحوض الغربي. الحمد لله. ما الجديد على مستوى ولاية الحوض الغربي فيما يتعلق بموسم الأمطار وأجواء الخريف واستئناف الدراسة؟ الجديد هو أن الإدارة الجوية هنا للتعليم بدأت الاستعدادات اليوم، أعددت تقريرا عن استعدادات هنا على مستوى ولاية الحوض الغربي. المدير الجهوي هنا أكد لي استعدادهم التام بدءا مسابقة وطنية والتي وصلت جميع الترتيبات المتعلقة بها هنا على مستوى الولاية، طبعا على رأسها الكمامات وأدوات التنظيف التي ستوزع بإذن الله على جميع المدارس بدءا بالتي سيبدأ فيها المتسابقون مرحلة الامتحانات بإذن الله. أجواء العيون هذه الأيام هي أجواء خريفية بامتياز، بدأت العيون إذن للأسف يبدو أن الخط أو مصدر لم يكن جيد مع عبد الله وليسلم. شكرا جزيلا لك عبد الله، التفاصيل سنتابعها في هذا التقرير التالي الذي عددته من العيون مع وصول كميات معتبرة من الكمامات وأدوات النظافة إلى الإدارة الجهوية للتعليم على مستوى ولاية الحوض الغربي. وبدأت الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2019-2020 بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. نتابع. في إطار التحضير للمسابقات الوطنية المزمع إجراؤها خلال الشهر القادم، بدأت الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني في وضع اللمسات الأخيرة لتقسيم الاستدعاءات على التلاميذ ووكلائهم استعدادا لهذه المسابقة. في إطار الاستعداد لاستئناف الدراسة بعد الجائحة، هذا هون مكتب هون خاص بتوزيع الاستدعاءات على التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا، على نوزعهم على حسب الترشح. بالنسبة للتلاميذ اللي تابعين المؤسسة النظامية نعطوهم المدير المؤسسة إلى عاد نظامي، وحتى إلى عاد ملي حر نعطوه المدير المؤسسة الحر. بالنسبة للمؤسسة للتعليم الحر والتلاميذ الأحرار المترشحين من الإدارة الجهوية يوزعوا من هون من الإدارة الجهوية، يجيب حد بطاقة تعريفه ونتأكدوا من هويته ونعطوه استدعاءه. اكتملت المرحلة الأخيرة بعد وصول العدد الكافي من الأوراق التي سيجري عليها التلاميذ امتحانات التجاوز، حيث يؤكد رؤساء المصالح البدء في مرحلة التوزيع نحو مدارس الولاية. إطار استئناف الدراسة العام الدراسي 2019-2020 بعد جائحة كورونا والتهيئة لاستئناف السنة الدراسية، هناك بعض التهيئات لها من ضمنها توزيع بعض الأوراق على المفتشيات المقاطعات الأربعة في الأيام القادمة، ظرفة للأيام الأربعة يعود كل شيء جاهز وكل شيء مكانه في الوقت المناسب. كميات معتبرة من الكمامات وأدوات التنظيف
وصلت مبنى الإدارة الجهوية للتهذيب سبيلا إلى توزيعها على المؤسسات التعليمية قبل نهاية الشهر من أجل افتتاح آمن يضع في الحسبان ضرورات الاحتراز من وباء كورونا. استلمنا بالأمس 15 ألف كمامة بإضافة إلى 80 كيس من محلول جافيل ومجموعة من أخرى للرش حجم كبير وحجم صغير أيضا. هذا سبق كما سبق وأن استلمنا قبل ذلك مجموعة مقدمة من السود تتعلق بسلات غذائية مصحوبة أيضا بمواد للنظافة فيها أجهزة غسيل ومناشيف وسطل مصحوب بمنشفة ومكنسة وممسحة. هذه مجموعة الأدوات ستساعد لا محالة ولا شك في تعقيم ونظافة الأقسام التي نحن على عتب افتتاحها في هذه السنة الخاصة. أيام قليلة وتمتلئ هذه الفصول من المتسابقين بعد عدة أشهر من تعطل الدراسة بفعل وباء كوفيد 19. عبد الله يسلم، الموريتانية، مدينة العيون. عقد المنسق العام لمدارس المعارف التركية العالمية زوال اليوم مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى الإجراءات المتخذة من أجل استئناف آمن للدراسة شهر سبتمبر المقبل، معلنا عن تفعيل النظام الهجين في المؤسسة. وبيّن المنسق العام عادل طنيش أن مدارس المعارف التركية بموريتانيا ستتخذ الإجراءات الصحية الموصى بها من تباعد وغسل الأيدي للحيلولة دون تفشي الفيروس بين الطلاب والتلاميذ. ورد المنسق العام على أسئلة الصحفيين التي تطرقت إلى مختلف البرامج المقررة لهذا العام. وفي نهاية هذا المؤتمر الصحفي قام الوفد بجولة داخل أقسام المدارس واطلع على مدى جاهزيتها. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يشرف من مدينة واذيبو على وضع الحجر الأساسي لبناء مقر مجلس جهة واذيبو ضمن مجالس جهوية تشيد على عموم التراب الوطني. رئيس الجمهورية يشرف من واذيبو على انطلاق أشغال إعادة بناء ملعب واذيبو استعدادا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للشباب أقل من 20 سنة. استعدادات على نطاق واسع لاستئناف العام الدراسي في ظل إجراءات تراعي ضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في بلادنا مجددا. للمزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم التواصل معنا عبر موقعنا على الأنترنت وكذلك عبر مواقع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.